بيكم. نحن فاتحين أخصائية نفسانية في مركز منارة تابع لجمعية المرأة والمواطنة. مركز تاعنا هو فضاء الإنقاذ وتوجيه النساء ضحايا العنف. أسس في جانفي 2014. هذا المركز دار مشروع الوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي بجهة الشمال الغربي. أعطينا فكرة على مشاركتك اليوم في قبطة. اليوم جيت أنا وزميلتي ريجين بغني هي ممثلة عن سيريال باش نحكيو على مشروعنا ومركز نتاعنا مركز منارة كما كتجربة في مجال مناهضة العنف.